السلام عليكم جميعا الكرام، متابعي جريدة ألوانكم الأوفياء. احنا اليوم كيف ما كتشوفوا معنا سفيان ملقب كريشنا اللي سبق تعرفتوا على القصة ديالو معنا وسمعتوا المعاناة ديالو من بعد ما تعرضوا له عصابة وتعدوا عليه بواحد شكل اللي هو وحشي. كيفاش قطعوا له الأصبع ديالو أو الأصابع ديالو يحسن القول، كيفاش كانوا كيحرقوه بفليتوكس والبريكي، يعني كيفاش كيشعلوا فيه العافية، كيفاش تعرض لواحد الاهمال حتى انه فقد البصر ديالو. كان اخر فيديو قبل هذا انه فقد البصر ديالو، لكن كان قال ان من بعد الفيديوهات اللي كنا صورنا معه اتصل به واحد السيد باش انه يدير لي العمليه. هو اليوم يعني هذاك السيد اللي كنشكره جزيلا تحنا من مكاننا هذا اوفى ويعني دار بالوعد ديالو ودار العمليه اليوم لسفيان. واليوم سفيان يعني رجعت له العوينه ديالو، رجعت عوينه وحده مازال له الاخرى، لكن الامل رجع. السلام عليكم اخوتي المغاربه خارج الوطن وداخل الوطن، تنشكركم على الدعم اللي طلعتوا الفيديوهات باش اتصل بلي هذا السيد هذا، الله يجازيه بخير بعدا والله يرحم ليه الوالدين في النار وفي العواشر هذه. كما هو فقد الامل ديالو قال لي راه غادي ندير لك العمليه، ودار لي العمليه مسكين. وانتم اخوتي دابا انا بخمس ايام باش خارج للعمليه. المهم اخوتي دابا كان حاليا خاصني نريح في الدار، ما خصنيش نخرج ولا شي حاجه، ولكن اخوتي المغاربه كيف كتعرفوا دابا انا راه تنعس في الزنقه، كيف كتعرفوا تيعرف كلشي تنعس دابا انا حاليا راه في الزنقه تنعس. اذا انا راه ما خصنيش نخرج كاع للزنقه، ما خصنيش كاع نخرج كاع للزنقه، انا خارج دابا للزنقه. المهم اخوتي دازت العمليه بخير الحمد لله. المهم كاين باقيين ولاد الناس في المغرب، عندنا باقيين ولاد الناس وباقي الخير عندنا، غير حنا خصنا نكثروا الناس حيت الناس ما بقاوش الناس المحسنين بزاف. من قبل ما بقاش من ملي كنت كنشوف كان الناس كانت الحقره بزاف، كان بنادم تقول لي يقودني ما تلقاش اللي غادي يقابلك وما تلقاش بزاف اللي غادي. دابا خوتي المغاربه تنقول لكم هاد الشيء هذا. اذن اخوتي المغاربه انا درت العمليه، الله يجازيكم بخير والله يرحم لكم الوالدين. دابا حاليا اخوتي المغاربه الدواء غدا غيسالي ليا كامل، انا ما عنديش باش نشري الدواء هذا. تنطالب من الناس المحسنين يتعاونوا معايا في هاد العواشر هذه، من ما طالبش شي حاجه كثيره ولا شي حاجه يشريوا لي الدواء. دابا ان شاء الله من 15 يوم غادي ندير لكم فيديو باللي انا راه محيد الفاسمه وتشوفوا كلشي على عينيكم. انا بغيت سفيان داك الاحساس ديالك من بعد ما حيدتي الفاس، من بعد ما درتي العمليه. الاحساس ديالي بحال يلا ولدتني امي، وتنقول الناس الله يرحم لكم الوالدين كاملين اللي وقفوا معايا، الله يرحم لكم الوالدين والله يجازيكم بخير. كيف كتعرفوا اخوتي انتم كتشوفوا راه غالب برد وبزاف ديال الحوايج تحيد لك فاسمه بزاف. عندي واحد احساس كبير بحال يلا ولدتني امي، يعني تنشوف يعني ملي تنحيد الفاصمه وتنسواني تنشوف الدنيا بخير، تنشوف يلا بحال يلا تولدت من جديد. وانتم كتشوفوا الناس ملي تدير العمليه تجيو عندهم عائلتهم، انا خوتي راه ما جا عندي حتى شي واحد، وما عندي حتى شي واحد، عندي الله سبحانه وتعالى وانتوما. اذا اللي ما تيتعاونش معايا تيتعاون معايا بالدعاء، الله يرحم لي الوالدين الله يسهل عليه في هذا النار هذا. اذن اخوتي المغاربه الله يرحم لكم الوالدين والله يجازيكم بخير كاملين، كاع اللي تعاون معايا بالدعاء ولا تعاون معايا كاملين. وما نساوش واحد الراجل من دول اوروبا الله يشافيه في هذا النار هذا والله يسهل عليه في هذا النار، يعني هو دور ليا هو الاول واتصل بيا وعطاني شي بركه ومشيت دوز فلا فيزيت وهادي تتصل بيا الدري اللي دار بيا العمليه. المهم الله يرحم لي الوالدين والله يشافيه في هذا النار هذا، الله يشافي في هاد النار والله يخلي لي وليداتو في هاد النار، والله يرحم الوالدين الاخ مصطفى الله يسهل عليه في هاد النار هذا، والله يرحم الوالدين الاخ اللي تيصور معايا حيت مسكين هو اللي وقف معايا من الاول وعارف الحاله ديالي كيفاش كاينه وكيفاش بزاف ديال الحوايج الله يسهل عليه. يعني باقي المحسنين سفيان، باقي الناس مزيانين في الدنيا كما تنقول بزاف، ماشي باقي ولاد الناس بزاف، غير هي ولاد الحرام كثروا على ولاد الناس وغطاو عليهم ما بقاوش يبانوا. دابا كاين اللي تتهضر وتقول اللي في قلبه وكتقول هذاك الشيء تيقول لك هذا كيكذب،
بحال هذاك الفيديو الاخر، واحد خونا قال لك هذا راه عاتي كذاب وهذا راه ما كيشوف بعينيه. انا خويا راه ما غندي عليك ما والو، راه ربي سبحانه وتعالى راه تيشوف كلشي. انا علاش غادي نمشي ندير فيديو نقول لهم انا راه ما تنشوف ما تي شي حاجه؟ انا عندي خوتي وراقي، عندي كلشي، يعني خوتي المغاربه واشكم تعاونوني بالدعوات باي حاجه تعاونوني، ولو طلعوا هذا الفيديو باش يشوفوا الناس باش يشوفوا. حيت انايا السبيطار هو اللي خرج عليا، السبيطار ديال سيدي قاسم هو اللي خرج عليا. دابا خوتي المغاربه الله يجازيكم بخير، باشكم تطلعوا هذا الفيديو، اللي ما قدرش يعاون غير بارطاجي. هو الميساج الثاني اللي تنوصل المسؤول ديال وزاره الصحه يشوف من حالي، وديما غنبقى نقول هذا الشيء، هذا ما غنسكتش عليه، يشوف من حالي. حيت الناس ديالك هما اللي تعدوا عليا، ما كانوش يبدلوا لي الفاصمه ديال رجليا حتى تتخنز وتيخرج منها الدود وداك الميكروب طلع ليا العينيه. انا دابا خوتي المغاربه هاد العين هذه العدسه هبطات لتحت، يعني تقدر تنجح هاد العمليه تقدر ما تنجحش هاد العمليه ديال العين، حيت العدسه ديالي محروقه. كيفاش تعرفوا خوتي المغاربه؟ بغيتكم تعاونوني بقليل باي حاجه، بالدعاوي باي حاجه، حيت اخوتي المغاربه حيت انا مازال بزاف ديال الحوايج، مازال غادي نمشي عند امي تشوف امي اللي 30 عام في الزنقه، اللي ملوحه في الزنقه 30 عام، ما تعقل على حتى شي واحد، ما تعقل علينا لا خوتنا، ما تعقل علينا حتى شي واحد. اذا اخوتي المغاربه ان شاء الله غادي الاخ غادي يمشي حتى معايا وغادي يشوف الوالده ديالي اللي ملوحه في الزنقه 30 عام وهي ملوحه في الزنقه، وتنطالب من المسؤول ديال وزاره الصحه يشوف من حالي، حيت راه العصبه ديالي باقا ما باريه ما والو ومقطعه اصلا. هاد الناس هادو اللي ضاربيني ما مشدودين ما والو، بحال انا يهودي ولا ما نعرف شنو، ولا ماشي مغربي ولا ما نعرف. يعني اخوتي المغاربه بغيت نوصل لكم هذا الميساج، بغيتكم تعاونوني باي حاجه تعاونوني. باغي شي محامي، انا رزق امي مشى بزاف ديال الحوايج، ما بقيتش عارف راسي واش انايا مغربي ولا شي ولا حيوان ولا شي، ما فهمتش. كاع اللي تهضر معاه يقول لك انت احمق. علاش اخوتي المغاربه علاش؟ حنا راه ماشي حنا كنا كنتعداو، الحمد لله راسله كامله تتعرفني، سلا ولا من طنجل ولا كلش تعرفني. علاش؟ ماشي نفتخر براسي، راه الناس راه كيعرفوني وراه كاتبين في الكومونتير وكلشي كاتبين. عموما اخوتي المغاربه الله يجازيكم بخير والله يرحم لكم الوالدين اللي تعاونوا معايا اخوتي. انا نكريشي اخوتي المغاربه بنادم خارج من العمليه وغادي قهوه مريح فيها، والله يرحم لك الوالدين. انت السيده اللي مسكين معامل معايا مسكين، الدري مول القهوه مسكين قال لي انت راه عند دير عمليه وهادي راه خاصك تريح في القهوه. وانا اخوتي المغاربه دابا حاليا ما خصنيش نهضر، علاش؟ يلا مركب العدسه العينيه ما خصنيش نهضر. تنقول اخوتي المغاربه تعاونوا معايا ولو نشري غير الدواء، سمحوا لي اخوتي الله يسهل عليكم، ولو نشري غير الدواء هذا الله يجازيكم بخير والله يرحم لكم الوالدين في هذا النهار هذا. واخا رساله اخيره سفيان، وهي اللي احسن ما نختموا به الكلام ديالنا، هو انت كنتي كتشوف شويه صبحتي ما كتشوفش، شنو الرساله ديالك الناس اللي كيهملوا الصحه ديالهم باش يعرفوا راه الصحه كنز؟ انا اخوتي المغاربه هاد الناس اللي تيهملوا الصحه ديالهم غادي نقول لكم ميساج اللي انايا تعذبت الحمد لله، تعذبت في حياتي كامله، المهم 3 سنين وانا تنتعذب. انا تنوجه الناس يتهلاو في صحتهم، وهاد الناس اللي تيكميو تاهما يتهلاو في صحتهم. اخوتي المغاربه راه مشات لكم الصحه، راه مشات لكم كلشي، راه ما بقاش بنادم يعقل عليك، راه حاليا ملي تتوصل ليكوش راه تتولي خانز. ها باش نفهمكم. المهم اخوتي المغاربه والشباب ديالنا يتهلاو في صحتكم، اخوتي تهلاو في صحتكم، راه الصحه هي كلشي اخوتي المغاربه، والله يجازيكم بخير والله يرحم لكم الوالدين كاملين اخوتي. تنتمنى اخوتي المغاربه تعاونوا معايا اخوتي بالدعاء باي حاجه. بغيت ناخذ اي الدواء هذا، حيت الدواء ضروري خصني نديرو للعين، يعني غدا ان شاء الله راه غيتقاد لي الدواء. وتنقول الناس تهلاو في الصحه ديالهم، راه الصحه هي كلشي، راه تيبغي بنادم غير يقودك. شحال من مره انا تنطيح ورجلي فيها الحديد كلها حديد تنطيح، وهاد الشيء اللي دازت عاوتاني دازت عليا كامل اخوتي المغرب كامل دازت عليا.